بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير وسبحانه بكرة وأصيل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كعدلهم اللي حبوا مش خدمهم في الدنيا وتحريم به المولى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله أي إلى القرآن حين نزل على خير البشر عليه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. كتاب جاء أساسا للتوحيد والحكم بالعدل يستدعي بالمعنى أبك إكتي. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب القصة إكتي يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم واردون عن هذا بالزاف يا العرب من بني أمية فما التولي عن دين الله هؤلاء هذا يدعي أنكم بنو أمية هم الأخيار باش يسيروا أمة الإسلام إلى الفتوحات تقتدي الفتوحات يقضوا بها أكثر الأموال باش يوطوها في زيادة الحرب على آل البيت وعليهم رضوان المسلمين بحق وبتمام والسلام على أهل الإسلام.